اكشن. الدكاترة بتسقطنا. صفر يا باي. فترة الامتحانات دي بتفكرنا بأفلام هاري بوتر. فأفلام هاري بوتر كان في بروفيسور في المدرسة اسمه سنيب، وسنيب ده كان دايما بيحاول يقرف هاري اللي هو البروتاجونست أو البطل بتاع أفلام هاري بوتر، يقعد يقرفه ويضايق فيه ويقعد يسف عليه والكلام ده كله. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم، هل الدكاترة فعلا ممكن تسقطنا؟ ده هم أصلا السبب الوحيد. البيجماليان افكت أو تأثير بيجماليان، حاجة في علم النفس بتقول إن توقعاتك الإيجابية للحاجة بتخلي النتيجة فعلا تبقى إيجابية. توقعاتك إنك مثلا هتنجح بتزود فرصك إنك فعلا تنجح. البيجماليان افكت اتسمت على نحات يوناني اسمه بيجماليان. والله مش عارف من غير اخر معلومه دي كنا هنعمل ايه، مش عارف. شكرا. البيجماليان افكت بينطبق على حاجات كتير قوي، بس في 1968 اتنين اسمهم جاكوبسن وروسنفال حبوا يشوفوا البيجماليان افكت جوه الفصل، فعملوا اختبار لطيف جدا. عملوا اختبارات ذكاء على طلبه جوه فصل، وقالوا للمدرسين ان بناء على نتائج الاختبار فواضح ان في مجموعه من الطلبه هناك اذكى من بقيه الطلبه، وده كان هاري. الفكرة ان هما كانوا عايزين المدرسين يتوقعوا ان في مجموعة اذكى من غيرهم. جم بعد شوية وعملوا اختبارات ذكاء تانية على الطلبة، واكتشفوا ان الطلبة اللي المدرسين كانوا فاكرينهم اذكى عملوا احسن بكتير في اختبارات الذكاء من الطلبة العادية. الفكرة ان المدرسين كانوا بيعملوهم بشكل ساعدهم انهم يعملوا احسن. توقعات المدرسين اتحققت. الكلام ده معناه ايه؟ لو ابوك سألك ليه شلت المادة، لبسها في الدكتور وقول له البيجماليان افكت هو السبب يا والدي، وعيط فيها، وكالعادة لازم ننور الضلمة. Peace out. ومخصوص عشان آلان ريكمان اللي مات من افلام هاري بوتر اللي كان بيمثل بروفيسور سنيب، هنقفل قفلة تحفة. اتفرجوا كده. ايوة Fox Mischief Managed. Cut.